يعني خلال الكلمة، رغم ان المعاني واضحة في كلمة السيد الرئيس، بس يمكن كان في عدد من الأمور الواضحة. أول حاجة من وجهة نظري حتى الصحفية، أول حاجة استمرار مصر في إعطاء الزخم الدولي لقضية المناخ. اتنين، إضافة البعد الحضاري والبعد الجيوستراتيجي لما الرئيس تحدث عن دور البحر الأبيض والبحر الأحمر في تضافرهم في بناء الحضارة. رقم ثلاثة، استمرار مصر كطرف فاعل في الأجندة الدولية، متحدثة باسم الدول النامية اللي بيقع عليها الضرر والعبء، ودعوة مصر للمجتمع الدولي لقمة شرم الشيخ الخاصة بالمناخ.